السله بنادي الاهلي والخروج الى تنزانيا واستعداء والمباريات هناك في تنزانيا. دي عباره عن تصفيات البطوله الافريقيه، تصفيات البطوله الافريقيه لخوض البطوله الافريقيه بطوله الانديه. سافروا تنزانيا، وصلوا هناك في تنزانيا وحصلت هناك بعض يعني نقول كده البعثه، كابتن طارق خيري مدير فني، اسلام علي مدرب عام، واحمد الجارح مدرب، والكابتن رضا سيد اداريا. ووصلوا لتنزانيا، حصل هناك مشكله بس قدر الاستاذ محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي بحل المشكله. المشكله هي تتلخص في مكان الاقامه، مكان الاقامه هناك كانت في مشكله كبيره امبارح، واحنا في وسط الجمعيه العموميه الاستاذ محمد سراج حل المشكله وانتقلوا الى مكان اقامه جديد. كنا عايزين نتواصل مع الكابتن رضا بس بنحاول نكلمه في مشاكل في الاتصالات، لكن ان شاء الله نتواصل معاهم في المراحل القادمه. هنخرج من كل الألعاب الجماعية وهنخرج لفقرة الضيوف النهاردة، مستضيفين أربعة من نجوم كرة الماء، أربعة حققوا في بطولة العالم، كانوا موجودين متواجدين في آخر بطولة عالم للشباب، حققوا المركز ال 13 في ده إنجاز أو مش إنجاز، دي كانت حاجة كويسة لكرة المية، بقالنا فترة بعيدة عن المستويات العالمية، قدروا يتحركوا شوية لقدام وكسبوا 3 ماتشات هناك. هنتابع معاهم كل حاجة بعد ما نخرج لفاصل عن تقرير عن كرة السلة بالنادي الأهلي قبل سفرهم، وترجعوا لنا مرة تانية تعرفوا على ضيوفنا. استعدنا زي بدايه اول موسم، احنا بنبدا من اول شهر 7، حتى لو احنا مش عارفين حتى هنلعب افريقيا ولا لا، لكن لسه ما تحددش احنا هنلعب افريقيا او عربيه او هنشارك ولا لا، ما كانش لسه جالنا جواب رسمي يعني من الاتحاد المصري من قبل الاتحاد الافريقي ان احنا مرشحين ان احنا نشارك في بطوله افريقيا. فالطبيعي ان احنا في بدايه الموسم، احنا بدايه فتره الاداء بتاعتنا 1/7، ان احنا بنستعد لدوري المرتبط وان كاس مصر او دوري السوبر، اللي هي البطولات المحليه بتاعتنا العاديه. لما تبلغنا ان احنا هنشارك في تصفيات افريقيا وقدمنا للنادي كابتن رؤوف مذكره اللي احنا عايزين نشارك، ومجلس الاداره مشكورا وافق، بدانا فتره الاداء تبقى يعني دوري المرتبط هيبدا 16/10، افريقيا اول 10، فاحنا يعني زي ما بيقولوا ايه عجلنا من بدايه فتره الاعداد في حاجات كنا مثلا ماجلنا شويه، المصابين شويه كان الموضوع بقى فيه ستريس شويه ان احنا زي ترجع بسرعه شويه. الحمد لله رب العالمين، الفرقه السنه دي مكتمله عن السنه اللي فاتت في بدايه فتره الاعداد. الموسم الفاضي كان اعتذار لاسباب كتير قوي، عندنا اصابتين تقال، 6 لعيبه في المنتخب مع بطوله الشركات جايه في توقيت وحش. السنه دي الحمد لله الفرقه مكتمله. نظام بطوله افريقيا بنسبه 90% او 95% اتغير على النظام اللي احنا البطوله اللي احنا خدناه، بقى عامل زي الكوره شويه، انت هتلعب تصفيات منطقه 5، هياخدوا منها الفرقه اللي هتترشح مع المجاميع الاخرى، احتمال يعملوا دور 16 ماتش رايح جاي، احتمال يعملوا دور 8 ماتش رايح جاي. الاربع فرق اللي هيوصلوا فاينل، فرقه من الاربعه هتترشح او اللي يطلب ينظم النهائيات. ده النظام الجديد لينا. الحمد لله احنا استعدينا كويس، عملنا معسكر في اسماعيليه حوالي اسبوع، الفرقه اتمرنت فيه كويس اسبوع صبح وليل، يمكن عندنا عناصر جديده داخله على الفرقه، ان شاء الله الحمد لله بدات يظهر التجانس والتاقلم مع الفرقه، وان شاء الله التصفيات تكون بدايه كويسه لينا لان احنا نرجع بطوله افريقيا ان شاء الله النادي. طبعا التصفيات بقى حسب كل زون، احنا الزون بتاعنا زون 5 يعتبر زون متوسط، بيبقى فيه فرقتين او ثلاثه قويه، ان شاء الله دي الخطوه الاولى ان احنا نوصل للنهائيات في التصفيات ان شاء الله اللي هنلعبها كمان كام يوم، وان شاء الله نسعد ونوصل للنهائيات ان شاء الله. في الاول حابب بس اقول ان السنه دي السيزون هيبقى صعب شويه، احنا عندنا دلوقتي تصفيات افريقيا وبعد كده هنبتدي دوري، ففتره الاعداد بتاعتنا كانت اصعب شويه من السنين اللي فاتت، قد قويه، كان فيها مجهود عالي قوي من اللعيبه وكان فيها تركيز، يعني انا كلاعب في النادي الاهلي بقالي كتير هنا اول مره اشوف التركيز ده موجود في اللعيبه، وبالذات كمان في اللعيبه الجديده اللي جات لنا السنه دي. اعتقد ان شاء الله باذن الله ربنا مش هيضيع حقنا ان احنا تعبنا الصراحه يعني، فاحنا ان شاء الله باذن الله
واخدينها خطوه بخطوه. عندنا تصفيات ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله في التصفيات دي. اي كابتن فريق في اي فرقه لو اللعيبه ما عندهاش الاستعداد ان هي تتقبل المعلومات منك، ما عندهاش الاستعداد ان هي تسمع لك، ما اعتقدش ان انت هيبقى ليك دور. بس احنا الحمد لله الفرقه بتاعتنا دي ثلاث ارباعها اولاد النادي، متربيين على القيم والمبادئ بتاعه النادي الاهلي، فالموضوع ما بياخدش مني صعوبه ان انا اقنع حد او ان انا اتكلم مع حد، على طول الناس متفاهمه. وهو ده الدليل على كده ان احنا الحمد لله بقى لنا ثلاث سنين على طول موجودين، بنكسب بطولات، من اي بطولات بندخل فيها بنكسب. فده طبعا مش فنيا بس، ده برضو بيرجع للاخلاق بتاعه اللعيبه نفسها. فانا الحمد لله الحمد لله انا مش لاقي اي تعب في ان انا اوصل معلومه للعيبه، بالعكس انا اللعيبه عندي بتساعدني جدا، وهم ممكن يبقى السبب الاساسي ان مخليني حتى شكل الفرقه كويس يعني.